كونيتشيوا منه، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وسلامة. اليوم 19 يوليو من 2021، وهو الذكرى الخامسة منذ افتتاح القناة. فبذي المناسبة قررت أسوي لكم فيديو خفيف يحكي عن كيف كانت بدايتي في اليوتيوب وكيف بدأت. فقبل ما نبدأ أتمنى تدعمونا بلايك واشتراك، خصوصا اللايك، لأن في هذه النوعية من المقاطع ما يكون فيها تفاعل كبير، فما تخسر شيء لو وضعت لايك. أوكي، والحين نبدأ. أول شيء لما فتحت القناة كان اسمها مو عشيرة الأوتاكو، كان اسمها موحى أنيمي زيرو، وهذا كان اختصار لاسم محمد مع كلمة أنيمي. أما زيرو فكانت تعني لقب لولوش اللي كانوا ينادون في أنيمي كود جياس، ينادون لولوش بزيرو، وكنت واضع صورة لولوش في الحساب في القناة. المهم لما بدأت التنزيل ما كنت أعرف ولا أحد أو أي صديق في اليوتيوب، فحرفيا الوضع كان صعب والتفاعل كان ميت. كنت لما أنزل فيديو برسله في جروب في الفيسبوك، وقتها ما كنت أستعمل لا إنستا ولا تطبيقات تواصل اجتماعية مشهورة، بل كنت أستعمل فقط الفيسبوك، حرفيا الفيسبوك فقط. وبدأت اليوتيوب بالهاتف فقط، ما كان عندي حاسوب ولا مايك، وتذكر أني وصلت لـ100 مشترك في غضون 3 أشهر. تخيلوا معي 3 أشهر، فحرفيا التفاعل زي الزفت. بعدها بعد مرور وقت يمكن سنة كاملة وصلت أخيرا وليس آخرا لـ1000. ولما وصلت لـ1000 مشترك قررت أغير اسم القناة، وقلت خليني أضع اسم عشيرة الأوتاكو، وهذا الاسم كان اسم هيبة، عشيرة الأوتاكو، فهمتوا؟ يعني قناة مو لي بس بل لكل محبين وعشاق الأنمي. ووضعت صورة إيتاتشي، أحس يعني يرمز للعشيرة، فهمتوا؟ عشيرة الأوتيها وكذا، وكنت أحب إيتاتشي فقلت خليني أضع إيتاتشي في صورة القناة. المهم بعد الـ1000 مشترك بدأت أتعرف على بعض الأصدقاء والناس اللي كانوا يساعدوني، والتفاعل كان يصير أفضل وأفضل. وبالمناسبة أول مقطع نزل في القناة كان مدته 15 ثانية، وكان عبارة عن شعار للقناة وهو يتحرك من اليمين إلى اليسار. وبعدها المقطع الثاني كان عنوانه ماذا لو كان أنمي هجوم العمالقة على سبيستون، والفيديو كان عبارة عن فقط أغنية أبطال الديجيتال مع MV خاص بهجوم العمالقة، حرفيا كان كده. فما أدري إيش وضعي، شو كنت أفكر وقتها. أتذكر بدأت بمحتوى وان بيس ونظريات وان بيس، كنت متعمق جدا في أنمي وان بيس يا جماعة. أتذكر كانت في نظرية أخذت مني أسبوع، كانت عن السلاح أورانوس وما علاقته بالبرق وزي كذا، المهم اللي تابعه وان بيس يعرف الأسلحة الأسطورية تلك. المهم أتذكر لما وصلت أيضا لـ3000 مشترك اشتريت حاسوب وحاولت جاهدا أن أطور المحتوى. استمريت في محتوى وان بيس مع التنويع في الأفكار والتوب الأنمي. وأتذكر في سنة 2019 التفاعل صار ميت، وأنا تعصبت وبدأت أحذف مقاطع، مقطع بعد مقطع مقطع بعد، كلهم حذفتهم تقريبا، حذفت 50 مقطع أعتقد، وقررت أخلي فقط مقطع مقابلة مع صديق. فلو تلاحظون أول مقطع في القناة حاليا هو مقطع مقابلة مع صديق، فما حبيت أحذفه لعشان كانت مقابلة مع صديق، فهمتوا؟ فقررت أخليها. وأتذكر في أول يوم في سنة 2020 وصلت إلى 10,000 مشترك، وقتها هذا الرقم كان مرة كبير بالنسبة لي، وكنت سعيد جدا وحققت أحد الأهداف اللي كانت عندي. فبعدها استمريت في النشر وبدأ يزيد الدعم، وجربت كل الأنواع التصاميم الصور، حرفيا صرت محترف في مجال التصميم الصور، لذلك لو تلاحظون الصور المصغرة الخاصة بالمقاطع محترفة كتير. المهم وأيضا في المونتاج قررت أتبع أسلوب يكون ممتع لأعين المشاهد. وفي الأخير أتذكر في يوم 26 فبراير من دي السنة تحقق أحد أحلامي، واللي هو الـ100,000
مشترك يا أخي، 100,000 مشترك، تعرفون إيش هذا العدد؟ هذا رقم مرة كبير. وبتلك المناسبة نزلنا لكم رابع سيرة الأوتاكو، واللي كان يحكي عن الأنمي مع أيضا قصة القناة وإيش العقبات اللي مررنا بها وكذا، فهمتوا؟ وأيضا في مسيرتي تعرفت على الناس ومتابعين رائعين وما أنسعونهم لي، وأشكر الله تعالى على إعطائي هذه النعمة. أنتم يا جماعة نعمة، متابعين أسطوريين، وأشكركم من كل القلب، وأشكر كل شخص دعم القناة وكتب تعليق حلو. ترى التعليقات كانت أحد الأسباب اللي خلتني أستمر. مرات تكون محبط بسبب الدعم، ولكن لما أشوف تعليقاتكم يا أخي يأتيني تحفيز وأستمر في التنزيل. فأحد الأسباب اللي خلتني أستمر في التنزيل كانوا تعليقاتكم. والحين بخلي لكم بعض الستوريات من الإنستا عن كيف كانت القناة في البداية وكيف صارت الحين. اخي تطور مرة. المهم اخبرتكم كل شيء صح؟ شو ناقص؟ يب، ساخبركم ايضا عن معاناتي في المقاطع. يا اخي اكثر معاناة كانت ايجاد فكرة. يا اخي صعب تجد فكرة وتكون مميزة وتكون جديدة في محتوى الانمي، فكنت في كل مرة تأتيني فكرة على طول اكتبها عشان ما تدهم الدهني. والمعاناة الثانية كانت التسجيل، تسجيل الصوت يا أخي كون المكان هذا. لما أنا أبدأ التسجيل تأتي دراجات نارية جنب المنزل، أصوات شاحنات، صفارة طنجرة المطبخ خربت كثير من المقاطع. يا أخي صعب تجد وقت مناسب للتسجيل، بس إيش نسوي؟ فنسلك وبس. وفي الأخير يا جماعة هذا كان مقطع، هذا المقطع كيف راح أسميه بالعنوان بالمناسبة؟ المهم ما أدري. بالأخير يا جماعة أتمنى تكونوا استمتعتوا بهذا المقطع. حبيت أحكي لكم قصة القناة وكيف بدأت وكيف صرت وكذا، وأشكركم من كل القلب على دعمكم طوال هذه السنين. صراحة 5 سنوات يا جماعة مرت. المهم شكرا جزيلا على المشاهدة، اكتبوا لي أراكم في التعليقات، أي شيء بدكم اكتبوا في التعليقات، بحاول أرد على أكبر عدد ممكن. وإذا بدكم تتواصلوا معي فموجود حسابي في الانستا في الوصف، واعتذر اللي ما أرد عليهم لأن في كمية رسائل كثيرة، فاعذروني ونلتقي بمقطع آخر إن شاء الله. جانا منا، اعتنوا بأنفسكم جيدا، يلا خليكم مع ولية العشية. ألف تلو ألف تجاوزنا 100,000، نحن عشيرات الأوتاكو لن نتراجع للخلف، واصل الصعود إلى الأعالي من أجل أحلامي، أنسى ألامي أمضي بالحال لا محال، مهما كان طول الطريق وطموحي بالخيال يشتعل بداخلك الخريف.